صنع في دمياط معرض بينظم على أرض المعارض في مدينة نصر تحديداً، ويمكن الهدف الرئيسي من هذا المعرض هو النهوض بالصناعة وبالصناع تحديداً في هذا القطاع العريق اللي ليه باع يعني طويل جداً في محافظة دمياط، لكن يمكن في هدف أسمى وفكرة هو تعزيز الحالة التنافسية ما بين التجار اللي بتنصب في النهاية لمصلحة المواطن، لأن لما يبقى في حالة من حالات التنافس هيبقى في أسعار أفضل وبالتالي هيكون في مصلحة أكبر للمواطن. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في محافظة دمياط. صباح الخير يا أستاذ حسام. صباح الخير أستاذ أحمد، وصباح الخير للسادة المشاهدين كلهم. يعني أستاذ حسام، حطنا في الموضوع على طول وعاوزين نعرف العروض والمميزات اللي بيشملها معرض صنع في دمياط. طب خليني يا ريت أبدأ في الأول كده. إحنا طبعا فكرة مشروع صنع معرض صنع في دمياط بدأت سنة 2016. الدورة دي زي ما الانترو عند حضرتك اتقال إن بداية دي الدورة الثالثة، لكن دي الدورة 16 في سلسلة معارض صنع في دمياط من 2016 ل 2022. دي تعتبر أكبر دورة فيها عدد مشاركين، احنا بنشارك فيها 74 عارض. ال 74 عارض دول كلهم من صناع وتجار الاساس في محافظه دمياط. من مستفيدي خدمات جهاز تنميه المشروعات سواء خدمات ماليه او غير ماليه، بالاضافه الى كل شركاء التنميه العاملين في مجال الاساس زي الغرفه التجاريه، مدينه دمياط للاساس، النقابات العامله في مجال صناعه الاساس، الجمعيات الاستهلاكيه العامله في مجال صناعه الاساس، كل من له في تجاره وصناعه الاساس محافظه دمياط مشارك في المعرض. يعني ما فيش تجار او عارضين موجودين في المعرض خارج محافظه دمياط او خارج المستفيدين من مزايا جهاز تنميه المشروعات؟ كلهم من محافظه دمياط. لكن حتى اللي من خارج او اللي ما دخلش تحت منظومه جهاز تنميه المشروعات او خدماته، هو اوريدي دخل تحت خدماته دلوقتي. عظيم جدا. لان حضرتك عارف ان بموجب قانون 152 فبقى الجهاز تنميه المشروعات هو الاب الشرعي للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغيره والمتوسطه في جمهوريه مصر العربيه. طيب استاذ حسام، يعني بنتكلم على 74 عرض، يهم المشاهد دلوقتي ويمكن لو المقبلين على التجهيز بقى وفرش بيوتهم يهمهم يعرفوا هيكون في مزايا تنافسيه بتتمثل في ايه، نسبه التخفيضات بتصل لقد ايه تحديدا عن مثيلاتها الموجوده في الاسواق، ومده اقامه المعرض كم يوم. يمكن اثناء الافتتاح كان طبعا اللي شرفنا فيه دكتور نجين جامع رئيس التنفيذي للجهاز واستاذ دكتور منال عوض محافظ دمياط، كانوا مركزين جدا على موضوع نسبه الخصم. نسبه الخصم دي اوريدي موجوده من 15 ل 25%. دي رقم واحد. رقم اثنين، في العروض المقدمه اللي هي الفرش الاقتصادي، فرش شقه كامله اربع غرف بيتراوح من 65 ل 85 الف جنيه. يا بلاش، يعني ده سعر في ظل الغلاء اللي موجود مش موجود. بالظبط بالظبط. وهم بيحاولوا يقدموا ده لان هو ده فعلا الجاذب. بس اهم من السعر الجوده، لان حضرتك قلت الفرش الاقتصادي، فهل ده بيؤثر على الجوده الخاصه بالمنتج؟ الجوده اولا احنا بنتكلم على دمياط دي في صناعه اساس، لكن الجوده احنا بنراعي دايما يبقى فيه جوده، لان يعني ما اكذبش عليك ده بيصب عندي في الاخر لما حد بيلاقي مشكله سمعة المكان العارض بيكلم بالظبط كده. صحيح. بالزبط. طيب مده تدشين المعرض بقى كام يوم؟ المعرض ان شاء الله من يوم 8 يوم الخميس اللي فات لحد يوم 17 في ارض المعارض في مدينه نصر قاعه جهاز تنميه المشروعات، بيفتح ابوابه من الساعه 10 صباحا ل 10 مساء. انا بدعو الناس كلها انها تنورنا، احنا في عندنا اكثر من 350 منتج تحت سقف واحد في القاهره مش في دمياط، هو منتج دمياطي. في ال 74 عايزين يقدموا احسن ما عندهم، وده بيخلق نوع من المنافسه في الذوق، في الجوده، في الخدمه اللي بتقدم للمستهلك النهائي. نعم. طيب هسال حضرتك سؤال، يعني الاول خاص بالاقبال، يعني حضرتك بتقول المعرض بدا من يوم 7 او عفوا يوم 8 يوم 8 يوم الخميس، فنسبة الإقبال قد إيه وحركة الشراء، البيع والشراء، هل في بيع وشراء بالشكل المأمول حسب دراسات الجدوى اللي كانت معمولة للمعرض؟ إحنا متوقعين إن طبعًا المبيعات لسه بتجيلنا يوم بيوم، بس لسه ما جتش إمبارح لأن إمبارح ده الهاي سيزون بتاعهم المفروض الجمعة. نعم. فمبيعات أول يوم بعد الإفتتاح وبعد الكلام ده إحنا كنا بنتكلم في حوالي 1 مليون جنيه تقريبًا. حجم المبيعات في اليوم الأول.
لكن ما بنقدرش نقيس حجم المبيعات او اقبال بالمنظر ده. الاقبال كان كويس جدا، والمليون جنيه احنا بنتكلم في يوم مقارنه ب يعني وجود اسعار فيها يعني نوع من انواع التفاوت زي ما حضرتك ذكرت، واسعار اقتصاديه تحديدا لو بنتكلم في فرش كامل زي ما حضرتك قلت من 65 ل 85 الف جنيه لاربع اوض، فاعتقد ان مليون جنيه ده بتوازي او بتساوي عدد اسر يعني ليس بالهين. على اي حال بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى نجاح هذه النسخه تحديدا من معرض صنع في دمياط. بنشكر حضرتك الاستاذ حسام شبكه مدير جهاز تنميه المشروعات في دمياط، شكرا جزيلا لك.